السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زرار أو في اختصار موجود هنا اسمه هايد أناليتيك موديل. يعني إيه هايد أناليتيك موديل؟ يعني بكل اختصار، بدل ما تيجي هنا في في وتدخل على أناليتيك موديل كاتيجوري وتشيل العلامة ديت، تفعلها أو ما تفعلهاش، اللي هي الأناليتيك بتاعة الحاجات الإنشائية، تقدر تيجي هنا بكل بساطة وتشغل وتدفي. على سبيل المثال خلينا نمسك بعض العناصر الإنشائي عشان بس يبان الاناليتيك، واقول له اتش اتش يعني اختفي، فبتلاقي الاناليتيك اهوت موجود. ممكن تكون انت محتاجه فتظهره، ممكن يكون مضايقك مش قادر تشتغل منه، او انت عايز الصوره من غير الاناليتيك، فتقدر بكل بساطه تخفيه من هنا.